تعلمت الرسم من عند الاب ديالي. كان واحد المره جاب لينا الصباغه واللوحات عن جداتي وقال لينا رسموا الحاجه اللي بغيتو. فمن ذاك النهار بدا الشغف ديالي والحب ديالي للرسم. بالنسبه لاعاده التدوير والاعمال اليدويه فتعلمتهم من عند جداتي الله يرحمها، فهي اللي كان كيعجبها بزاف انها تصوب الحاجات وتبدا وتبتكر شي حاجه مختلفه. استمريت في هذا المجال اللي كانت كدير وحاولت انني نبتكر فيه ونبدع فيه اكثر. بالنسبه للحاجات اللي درت لها اعاده تدوير هي الجين كرتون البيض. كان بزاف ديال الحاجات اللي درت لهم اعاده تدوير في هذه السنوات الماضيه. وبالنسبه للجين فهو دخلته في المجال الفني اللي كندير في الرسم. حاولت انني ندير لوحات ديال الجين، يعني الجين اللي يعني اللي ديجا مستعمل. كناخذ جين اللي مستعمل وكنحاول انني كنغسلو وكنحاول انني نحييه من جديد على شكل لوحات فنيه. بالنسبه للجين فاخر مره كنت خديته من السوق، من السوق من مدينه ازمور. فمشيت خديت الجين وصلته وحاولت انني ندير به لوحه فنيه. كل مره كنحاول انني ندير شي حاجه جديده وتكون شي حاجه اللي مختلفه، حيت بحال هكا كنتعلم اكثر. كل مره فاش كنجرب شي حاجه اللي تكون مختلفه كنحس براسي يعني كنتعلم، كندوز من واحد التجربه جديده وكنتعلم فيها شي حاجه. فماشي بالضروره كنجرب الحاجات اللي كنعرف ليهم، فبعد الخطرات كنجرب شي حاجه اللي يعني ما عمري عرفت انني نديرها، بحال فاش صوبت الجيتار. ف مشيت شفت بزاف ديال الفيديوهات كيفاش كيدار الجيتار، كيفاش يعني الطريقه اللي كيتصوب به الجيتار. وعاد من بعد انا حاولت انني نضيف اللمسه ديالي، هي انني ندير الجيتار بكرتون ديال البيض. فالمهم نفس الشيء في الحاجات اللي كندير. كندير اول حاجه كندير كتجيني فكره وكندير البحث على كيفاش كدير ديك الحاجه، وعاد كنضيف يعني اللمسه ديالي بالطريقه اللي كندير لها. كنظن من خلال التعليقات اللي كنشوف اللي كنقرا فالناس عجبهم بزاف الفن اللي كندير، وكنشكرهم بزاف على التشجيع ديالهم على الميساجات ديالهم. فصراحه باش انني نكمل ندير فيديوهات بحال هادو، ف التشجيعات ديال الناس هما اللي كيعاونوني بزاف. الطموحات ديالي المستقبليه هي انني نستمر في هادشي اللي كندير، نتعلم اكثر. وكذلك حاليا حيت كندير ورشات ديال الرسم، بغيت انني نطور فيهم اكثر ان شاء الله. كندير ورشه ديال الرسم في مدينه جديده الاطفال والكبار. يعني هذه الموهبه اللي عندي بغيت انني نشاركها مع الناس، يعني نشاركها مع الناس من خلال هاد الورشات. الماتيريال اللي كنحتاج، ف اغلب الوقت كنستعمل الماتيريال اللي كيكون عندي في الدار. يعني مثلا كتكون عندي شي فكره، هاد الخطره كتكون عندي فكره، كتكون عندنا واحد الفكره في عقلنا مختلفه، ولكن التطبيق ديالها كيكون عاوتاني مختلف تماما على داكشي اللي الفكره اللي كتكون عندنا. فكنحاولوا اننا نطبقوها بداكشي اللي كيتوفر عندنا، داكشي اللي كندير. يعني كنطبق الفكره على حساب داكشي اللي كاين في الدار، يعني كنلقى داكشي اللي لقيت كندير به الفكره. رسالتي لاي واحد يعني بدا في الرسم ولا بدا في المجال الفني هو انه يستمر. الا كان اي واحد كيبغي شي حاجه راه ضروري، يعني راه كيعطي فيها اكثر وكيستقبل فيها كذلك.
فالاستمراريه والتعلم كذلك. بالنسبه للمصدر ديال الالهام ديالي بحكم انني كنسكن في مدينه ازمور، ف كاين فيها يعني بلاصات اللي زوينين بزاف بحال البحر بحال الواد، يعني الطبيعه في كل بلاصه، فبالنسبه لي الطبيعه هي المصدر ديال الالهام ديالي. بالنسبه ليا الدعم الاساسي هو العائله والاصدقاء والتشجيعات ديال الناس. كلمه اخيره، شكرا لكم بزاف وشكرا للناس على الدعم ديالهم. شكرا.